دكتور مصطفى الرزاز، اهلا وسهلا بحضرتك معانا. أنا وسهلا، متشرف جدا ان انا مع حضرتك. شكرا جزيلا. دكتور مصطفى، حضرتك كفنان تشكيلي مهتم بالجمال وبالتنسيق وبالذوق، يعني انا عندي سؤال في البدايه، كيف يكتسب الانسان هذا الاهتمام؟ انا بتكلم على الانسان العادي. ايوه، ده سؤال مهم للغايه. وللاسف ان احنا اللي بنعاني منه من يعني تدهور الذائقه في الشارع المصري وفي البيت المصري وفي العلاقات بين الناس وبعضها، سببه انه منذ حوالي 25 سنة وزارة التعليم لغت مقررات التربية الفنية، التربية الموسيقية، التربية الرياضية، اللي هي بتخلق من الأطفال الروح بتاعة الجمال والرقي والرفاهة والتفكير التأملي والابتكار. كل الحاجات دي اتمسحت مع مسح المواد دي من مقررات التعليم. ثم انه كان يعني ما كنا احنا بنعد المناهج للمدارس في هذه الفترة، كان في ذهننا ان مش بس نعلم الطلبة، لانه طبعا في مدارس في احياء بسيطة. أيوه. والأهالي يمكن مش متعلمين أو مش ما عندهمش وعي كبير، فكان بهدفنا أن التلاميذ يروحوا يثقفوا عائلتهم، فالمسألة تنتشر منهم للعيلة مش العكس خلال المدرسة. للأسف الحكاية دي انتهت. الحكاية التانية اللي مرتبطة بها، طب أنا بس هنا الموضوع ده الحقيقة حضرتك بتتكلم فيه مهم جدا جدا، يعني حصص التربية الفنية تم إلغائها تماما في مدارسنا خالص. عملوها حاجة اسمها نشاط، يعني التلميذ يعملها وقت ما يجيله مزاج، مش مطلوبة. يعني مثلا حصص الرسم موجودة؟ لا مش موجودة. مش موجودة، أو موجودة تحت اسم نشاط. المدارس كمان لأنها تحولت إلى مؤسسات عشان التلامذة ينجحوا ويجيبوا نمر، زي ما يكون فرن بيتخلص عشان الناس تاكل، فما بقتش تكترث حتى بالبقية اللي هي المواد دي كأنشطة، لأنه مش فاضيين. مادة التربية الفنية دي الوقت اللي هيعملوها أحسن نجيب مدرس رياضيات ينشط الولاد عشان يجيبوا تقدير. فالقصة بقت قصة محزنة في الحقيقة.